ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الثور ليوم الاربعاء 4 مايو ايار 2022. توقعات العشر الاولى مواليد 20 ابريل ل 30 ابريل. هتتوسع النهارده في كل افاقك بشكل كبير، خاصه في الوقت الحالي ده. بيبدو ان طريقك للنجاح هيبقى مسدود لشكل كبير، على الرغم من انك كنت على الطريق السليم فتره كبيره جدا جدا، وكنت بتحرز في تقدم يعتبر ملحوظ باتباع طريقتك السابقه. اما في الوقت ده هتلاقي عقبات كتيره هتبتدي تظهر في طريقك، وهتصبح من الضروري انك تعيد تقييم المواقف دي وتنظر فيها في بعض الاحتمالات الجديده اللي بتبقى بتظهر ليك، علشان تحاول بيها تغير مداخلك للامور بشكل كبير وتركز أكتر على المهمة الأساسية عندك، وعندئذ هتقترب أكتر من كل أهدافك بشكل كبير. توقعات العشرية الثالثة الثانية مواليد 1 مايو ل 10 مايو. انت النهاردة هتوصل لخط النهاية، حتى لو كنت بتشتغل من مدة طويلة جدا جدا هتوصل لنتائج كبيرة في مشروع ما. هيكون الوقت ده مناسب جدا علشان تحقق من خلاله نوع من أنواع التقدم، إلا إنه لازم تبقى بتقوم بتخصيص مواردك بكفاءة أكتر، وتحاول إنك تتأكد من إنك تصبح مهمل في الوقت ده. انك ممكن تكون بتنجرف وراء مشاعر للنجاح هتقبل بيها المساعدة اكتر والنصيحة من كل الاشخاص اللي حواليك، وهنا ممكن يحدث ده في النتائج اللي ممكن تبقى بتظهر قدامك، فما تشكش في قدراتك اكتر، ممكن انك تكون اهم من اللي انت بتتخيله في الوقت ده. توقعات العشرة الثالثة مواليد 11 مايو ل 20 مايو. النهاردة عندك نهاية لكل احلامك، انت اصبحت مشغول بشكل كبير بخيالك وببناء الحصون في السحاب دي. الوقت هيبقى مناسب انك تستيقظ اكتر وتشرع شروع فعلي في المشروعات دي ويظهر على ارض الواقع، بس ممكن لو كان لخططك اساسيات قوية، ولو كان ده ممكن تنفذها، الا انك لو وصلت الانغماس في احلامك اكتر الغير واقعية هتفوتك الفرصة المهمة، وهتبتدي تبطئ تبدد طاقتك أكتر القيمة.